أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن زكاة الفطر ومدى مشروعيتها وسبب مشروعيتها. والبين من زكاة الفطر أن الله عز وجل شرعها طهرة لما يقع من الصائم من لغو ورفث، كما شرعها طعمة للمساكين. لا شك أن المسلم أثناء عبادته قد يقع منه بعض الأمور الهينة التي تحتاج إلى طاعة تجبر هذا النقص الذي وقع منه، لذلك شرعت هذه الزكاة لترد النقص الواقع في الصوم، فهي طهرة يعني تطهير من اللغو ومن الرفث، لأنه قد يقع من الصائم كلمة هنا أو كلمة هناك، تكون هذه الزكاة تطهيرا لما جرى. كذلك هذه الزكاة من فوائدها ومن أسباب مشروعيتها أنها تكون طعمة للفقراء والمساكين الذين نحن في أشد الحاجة إلى أن نغنيهم عن السؤال في هذه الأيام المباركة. فالحاصل أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأن زكاة الفطر طعمة للمساكين. نسأل الله القبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.